اسعد الله مساكم بالخير وسرور متابعينا غالين. عندنا تغطيه سريعه وتجربه سريعه لهونداي سوناتا، قد صورنا لكم من قبل. طبعا هذه اللي معنا فئه الفول كامل، وراح تتوفر هي بعده فئات وبعده محركات. المحرك الاول راح يكون تيربو بحجم 1680 حصان والعزم 264 نيوتن، والمحرك الثاني نفس اللي معنا هذا 2005 بقوة 191 حصان والعزم 245 نيوتن، وتسارع من 0 إلى 100 في 7 ثواني. هذا محرك الجي دي آي. وفي محرك ثالث بعد تيربو 2005 بقوة 290 حصان اللاين، تذكرونه هذيك الفئة اللي جربناها، هي أقوى فئات السوناتا. وفي محرك كهربائي اللي يبي الهايبرد، راح تكون بحجم 2 لتر وبقوة مشتركة مع الكهرب 192 حصان، والعزم راح يكون 204 نيوتن. خلونا نستعرض لكم الفئة اللي معنا هذه الفل كامل. راح تجي بأربع كاميرات، قيادة شبه ذاتية، أنوار LED جاي على شكل أربع عدسات مع الليد النهاري. وهذه الواجهة الأمامية، حساسات مستشعرات أمامية، وعندنا هنا الجنط مكحل مقاس 18. وهذه الواجهة الأمامية طبعا تعتبر سيدان متوسطة الحجم. هذا الشكل الجانبي. أكثر شيء يميز الفئة هذه الوسع، تصلح حتى الأطوال. اسمع صوت التشغيله، الموتر رايق، عزله كويس، وجربنا لكم ذكرنا كل التفاصيل. هذا الجهه الجانبيه مقابل بنفس لون السياره، والجنب 18، وعندك سقف بانوراما يا الحبيب. وهذا الشكل الخلفي، اسطب ممتد كامل. تصميمها انا اكثر شيء يعجبني من يوم ازاله التصميم الخلفي. واربع حساسات، وعندنا هنا شنطة تنفتح من هنا، كهرب أكيد، ومساحات تعتبر حجم الشنطة يعتبر كبير. السبير، خلو أوريكم السبير، هذا هو، وهذا السبير نفس اللي برا، وشنطة يدوية. وهذه الكاميرا، عندنا طول العمر اللي جاي القصة بخطوط حادة. وهذا الصف الثاني، ستارة يدوية، وعندك لونه مراتب البيج، وشغل لكم النور حق السقف. طبعا تجي عد بتتوفر بعدة ألوان من البني ومن البيج. وهذا شكل طبلون جهة السواق، ورباقات أمامية وجانبية، تك هاي اللي بالنص، محامر كواب، وخارج مكيف ومخرج USB. خلونا نوريكم جهة السواق. اللي معه زي السوناتا وزي الماكينه هذه والفاه يسولف لنا، يكتب لنا تحت بالتعليقات بصمه نقط عمياء. وهذه جهه السواق، وهنا عندنا الباب، في عندك ازرار تحكم له بنوافذ، ذاكره تخزين مراتب، سماعات بوس، كرسي كهرباء اكيد. خلنا نركب ونكمل. هذه الداخليه، شاشه 11 انش، وهنا 11 انش. خلنا نطفي السياره نرجع ان شاء الله مره ثانيه. بسم الله. طبعا الطبلون مرن تتغير وضعية شكل الطبلون على حسب وضعية القيادة. وين وضعية القيادة؟ هذه درايف مود. سكر البيبان عشان تشوفون كلش. بسم الله. هذه وضعية القيادة، سبورت، كومفورت، ايكو، سمارت. شوفوا 1 2 3 4 5، خمس وضعيات تقدر تتحكم بالطبلون بالشكل هذا، تغير الشيء اللي تبيه، يمين يسار كل شيء. وشفتر قصة الدركسون اللي جاي فيه، زر تحكم الدركسون، الرادار، قيادة شبه ذاتية، وهنا عندنا تنبيه خروج على المسار. الموتر هذا التوب التوب، فل الفل ما شاء الله تبارك الله. الشاشة الكبيرة اللي تدعم أنظمة الجوال، تجيك قائمة بالشكل هذا، تقدر تسحب يمين ويسار. وهنا النافيجيشن، وهنا المابس، وكل الأشياء اللي أنتم عارفينها. فتحات التكييف، زر التحكم بالمكيف، شاحن وايرلس، مخرج USB تايب سي، الجير زرار، وزر الكاميرا اللي دقته تعتبر عالية. هذه، وهذه الكاميرا فيها أربع زوايا دقتها كويسة. وهذه الأمامية سبيل لمسة، الجير زرار، أوتو هولد، سكر حساسات، حامل كواب، والتكاية اللي بالنص، زايد الإضاءات المحيطية.
جاية هنا قدام وهنا شوفوا كامل الإطارات. دلع الموتر على المواصفات، في مواصفات حلوة صراحة، ما فيها تحتيم، إضاءات السقف كله باللون الأبيض، السقف البانوراما. بس خلصنا النور مع الإشارة، أنوار فل الإي دي، ونطفي اللمبات حقت السقف، هذه الإضاءات المحيطية، واللون الأزرار جايب الأزرق. مريح الموتر، مريح وعزله كويس، لا العزل الأرضي لا العزل اللي فوق، يعني رايق الموتر رايق. وضروري ضروري اللي مو زي الموتر هذه اللي أكثر من سنة يسولف لنا تحت بالتعليقات. خلوا أوريكم الإضاءة الحين اللي ولعنا لمبة السقف. إضاءات الإي دي روعة صراحة. تصدقون على طولي مقدم من المرتبة. سيارة طبعا ما فصلت زر مال الانزلاق، هو المفروض اني افصله، بس والله عزم ما شاء الله، يعني 190 حصان او 194 حصان، يعني ما هو سهل. ما شاء الله تبارك الله، حتى فرامله بعد كويسه. الكاميرا بعد اذا دقيت اشاره يمين ويسار. خل تحضره. الله تبارك الله، رايق الموتر. بس خلصنا، وبس خلصنا يا غالين احط لكم ارقامهم وحساباتهم تحت بالوصف. في امان الله، حفظ الكريم.